واتساب بالخوت صباح النور. اليوم 14 سبتمبر 9 الصباح، دونك كتعني حاجه وحده. This is the fucking Olympia اليوم ان شاء الله. المهم يلا فقنا دابا عندنا هنايا بروتس فوي روج وشويه ديال الشوكولا نوار. اليوم fucking Olympia. المهم اليوم غادي نحط لكم هاي بريدكشنز غير بعدا باش نكلاريفي واحد اللعيبه. البارح لحقت واحد البوست في الانستغرام، لحقت لهم العزي برياوني البطل ديال العام اللي فات، وقلت لهم راه غادي يديها حتى هذا العام، واخا انا عزيز عليا بامسد ولكن ما كنخدمش العاطفه. تو بي اونست علاش نخدم العاطفه؟ عزي دار لهم جيم اوفر. هذا الشيء اللي كتبت لهم في انستغرام، لحقت صورته وكتبت جيم اوفر، وبنادم بدا كيضحك عليا مع العلم انني انا اللي وريت بنادم بامسد العام اللي فات، وقلت لهم راه غادي كلاسي، وبداو كيضحكوا عليا عاوتاني. ولكن هاد العزي جاب واحد الشيبه العام، عندك هو وشون رودن في البادي بيلدين. يعني رامي هاد العام راه ما كاينش دوزيام، باش نكونوا متفقين. علاش؟ حيت رامي تعطاتو شي 4 الفرص ولا 5 الفرص باش يجي بريمير، وبقى كيلعب فيهم ولا ما عرفتش كيدير. مشى هاد العام هذا شت الشيب ديالو الاخر، كبر في خاضو بزاف وتكسحب راسك طون بلاص. ترى اولمبيا ديك راه خصك تكون سيميتري، ادو لي مولي صغار بزاف. يعني هاد العام كاين ويليام، كاين فيل هيتش اوبفيسلي، وكاين ويليام بوناك وتشون رودن. واو تشون رودن هاد العام العام كامل هو كيتريني، وكيتريني مع واحد خونا كلاسيك فيزيك ستامينال في مكة في جولدن في جولدز جيم. صراحة التشيبس اللي شتهم هما بجوج ذاتس ريلي جريت. غير هي كيف ما قلت لكم في كلاسيك فيزيك راه كاينه برياوني، اذا كان بامسيت غادي يكون تو، غيكون سكند اوف كورس، وكين جورج بيترسون. المهم خلينا ندوي لكم هادشي في الوسط ديال الفلوغ. المهم الخوت خليكم معنا، نمشيو نتلاقاو دابا مع لا فامي ونتلاقاو. مرات كنت تكون مرتدي لبلع الله يعين خود. شوف انا عطيك شويه دجاج، عطيني شويه ديال عطيك شويه ديال عطيني فورس. انت بتسلم ولا بلا؟ عطيني سكوفا السلطه ديالي المفضله بالخوخ. عرفتي يا بنت شحال كنت كنطلب منها؟ كنت عجبني كنت تاكليها دائما هنا. هذا الشيء ماشي هنا واحد الغرفه واحد بزاف 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 ديال الكرافات. مالو قلنا ليه مالو فيصل؟ قال لك يخلعو، قال لك يخلعو الحشره. خاصك تعرف باللي في العالم اصدمني الكتابين في الكرافات وما كياكلوش. ما كليتوش؟ راه حطوا ليا. ما كليتيش؟ ناكلو حنا واحد البلاصه في العالم كياكلو صرف الزيت. اه يا كما شي بشاره هذوك، ماشي حشرات يا وليدي، ماشي بشاره يا وليدي، حشرات. دام لاص تاكل تصاوري معنا سير. بالنسبه وما نبدا العداء ديالنا غادي نخف السلطه ديالو قرب يساليها، حنا مضاربين مع الخبز. الناس اللي كيخرج يعني اذا ما زيتيش الماكله ديالك بيان سور تاخذ السلطه بحال هذه عاديه،
يعني it's fun أول حاجة و it's fine ثاني حاجة إيه كتولي زوين ولكن باش تدخل خاصك تضرب الربة ديالك شوف it's serious like it's serious علاش حيت فالي جس أنا كنقول لهم يجيبوا لاصوص بوحدها ما يجيبوش ليا لاصوص بحيك لاصوص كتلقى بوحدك ياكلوها الشيوخ الصلاط كيكون فيها الخص دجاج بسكري ها هو مشوي شيمب مشوي والخبز تا هو مشوي وفور شيطه باش تاكل دغيا وفور عادي وجبانيه ولا بد فين تحط الصلاطه ديالك هادي اوبشن نمبر 1 اذا ما لقيتيش بحال هاد الصلاط ما تاكلش بقى بشويه حتى تشد ام سيريس ما كنضحك والله ام سيريس هادشي انا بعدا اللي كنت كندير صح انا ام سيريس الدراري بغا بعدا ادخل هذا فغلي شويه ما عرفتوش حيت حسن انا حط اللينك ديال الشانل ديالو فيصل قول لهم شكون هو هذاك هو هذاك عنده الشانل ديالو الخوت حتى هو معايا هنايا اميزين كونتنت ما تديوش على انستي وديما الدراري ايت بيك تو جيت بيك يلا الدراري بالو ليا مع راسك ضحكتوا اصلا شوفكم ديالكم في كيف اكدا 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 انت شو ما تلو حاجتي في الفيديو قدام الناس والله حرام عليك شو ما الناس مسلمين لا 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 استغفر الله العظيم الحمد لله على الصبر على فضل الله المهم داري الناس راح ليدر الفيديو with a fucking shape it's impossible بالنسبه للكلاسيك فيزيك I'm a really big fan of Chris Bumstead و he's a friend of mine I was talking with him في 2015 اصلا البريدكشن ديال العام اللي فات لحتو انا ادمين فيتنس مارو لحت الصوره ديال كريس بامستد وقلت لهم كريس بامستد رايت كلاس هذا العام دوزيام ولا بريمير بداو كيضحكوا عليا وقالوا لي ناقص انا كنعرف المغاربه خصهم كيتبعوا الهايب كيتبعوا بنادم اللي مشهور بحال دابا كلشي كيدوي على جيريمي بوندي اذا ندوي كا بادي بيلدر وشي واحد اللي كيفهم في الحديد راه نو اصا كريس بامستد عزيز عليا بزاف ملي كنشوف الصاط العزي برياني راه جاب واحد الشيب اتس ريلي انكريدبل فهمتي اتس امبوسيبل هذاك الشيب اللي وصل لي برياني خصوصا فاش مشى البوكسين جيم في الكويت شنو عاوتاني بالنسبه ل كنقول كلاسمون غادي يكون برياني والثانيه يقدر يكون بامستد يقدر يكون جورج يعني الثانيه ما بين بان ما بين بامستد وجورج حيت جورج دبول تا هو جاب واحد الشيب قلت براندن هندريكسون موراه جيريمي موراه يا اما لاكي برا يا اما ميغا ترون هادو خوتنا ديال فينتورا انا كنقول براندن هندريكسون حيت هي كيمز وذ ا فوكين شيب اتس امبوسيبل بالنسبه للكلاسيك فيزيك ام ا ريلي بيج فان اوف كريس بامستد و هيز ا فريند اوف ماين اي واز توكين وذ هيم في 2015 اصلا البريدكشن ديال العام اللي فات لحتو انا ادمين فيتنس مارو لحت التصويره ديال كريس بامستد وقلت لهم كريس بامستد رايت كلاس هذا العام دوزيام ولا بريمير بداو كيضحكوا عليا وقالوا لي ناقص انا كنعرف المغاربه خصهم كيتبعوا الهايب كيتبعوا بنادم اللي مشهور بحال دابا كلشي كيدوي على جيريمي بوندي اذا ندوي كا بادي بيلدر وشي واحد اللي كيفهم في الحديد راه نو اصا كويس بامستد عزيز عليا بزاف ملي كنشوف الصاط العزي برياني راه جاب واحد الشيب اتس ريلي انكريدبل فهمتي اتس امبوسيبل هذاك الشيب اللي وصل لي برياني خصوصا فاش مشى البوكسين جيم في الكويت شنو عاوتاني بالنسبه ل كنقول كلاسمون غادي يكون برياني والثانيه يقدر يكون بامستد يقدر يكون جورج يعني الثانيه ما بين بان ما بين بامستد وجورج حيت جورج دبول تا هو جاب واحد الشيء في المستطيل دابا المصيب هي بنادم كيعطي بريدكشن ما عرفتش شكون كومبيتي كيعرف واحد بحال دابا الناس اللي مشهور عندهم في هذا العام هو كريس بامستد كتقول لي كلاسيك يقول لك بامستد كي اللي كيقول لك صديق هاستوفيتش باش تعرفوا كاع ما تبدا هاستوفيتش كاع ما بريبار هذا العام هذا اصلا وكنشوف بلي اراش تا هو عنده بلاصتو هذا العام حيتاش تخبى تجاب شيء مسلك
بالنسبه للاوبن بلا ما نبقى نكثروا الهضره فيه الهيت هو اللي غادي يدير سالات الهضره كوم توجور كوم تو لا علاش حيت احسن منه رامي ناقص بزاف يعني رامي هذا العام وحال حتى واش دوزيام رامي صافي هادو هما البريداكشنز ديالي كملوا الصالون وراب الخوت مهم هنايا جينا نشرب سوديات فيصل شفت لهم السوديات اه مهم الدراري الدراري جبت الدراري العدة العدة انا شريت العدة راكم عارفين هادي ما خصك لونطريمون ما تخرجش من الدار تبقى مريحة على القد مالك فيسكار سيمو مالو اكس بوكس انا اكس بوكس وانا الخوت انا اكس بي اس ولكن صراحة ما بقاش هادي هذا بجينا ناخذ بي اس باش بغينا نبدلو هاد الكورة كورة كورة نزيدو فلوس المهم واحد حماق عندنا واحد الفيفا مباش يشري لنا عندنا شي بخمسة دراهم والله الا نشوفو دابا هاد خونا وخا غادي يطلع للسما فيصل تفهم تفهم فيصل خويا انت اللي كتعرف لي انا عارف خبرتي سين انت ستيفي والله العظيم انت ما في زين اصاحبي انت ما في زين بعد المعاناة عانينا معاه صراحة خدينا في 19 فيصل بشحال؟ 100 درهم الدراري خدينا في 19 الاخر ب 100 درهم وزدنا واحد السيدي لافي راهي قديم راه كيفاش تشكل براسك؟ وياه المهم الخوت احنا جبنا هذوك اللعيبة كيف ما كتشوف راه وليت كنتحرك على رجليا شوية انت دونك بريباراسيون جبنا لحد ما شيتيتش دونك يلا اليوم غادي ناخذ شي تميل ياك فيصل دابا مشى داير المناقيش شتي ومع الحلم المهم الخوش فيصل راه تعلم المونتاج ناري خوتوها جوج فيديوهات فنا المهم الخوش يلاه تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو فشي جبيل تهلاو الدراري وراب 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 الخوت وي باك هوم يلاه وصلنا للدار الدراري دابا جينا غادي المهم مشيت ضربت شي تميل كاميرا طفات دونك ما قدرتش نفيلمي لكم خديت ثلاجة ندير مناقيش مناقيش هو واحد اللعيبة بحال العيش كيكون عامر بالفرماج والكفتة خديت ثلاجة شي شميلة دا ما خديتوش دابا في هاد لي دو سمان دونك غادي نحاول نكيك ستارتي به السيمانة الجاية which is a good thing الحمد لله كيف ما قلت لكم قبيلة لي سيتي جداد دابا دونك دابا صافي مابقيتش نخرج من الدار حيتي كامله صافي انت بلاصه في الدار خديت بوز 2019 عربيك اديشن يعني وخديت واتش داغز ما قصرتش فيه من 2015 كنت قصرت البروميير الاول فاش يخطفوا لي بنتو حديتو ودابا الدوزيام دونك زاهيه زاهيه بديل بصح اقسم بالله العظيم و راكم عارفين خديت سنيكرز تفو فاك ما عنديش فلوس سمح هذا بيوما دخلت نشوف واش بان لي هاد اللعيبه علاش شريتها على هادي صراحه لبستها جاتني مريحه وانا نقول واي نوت هاد الديزاين الاخر ديال بيوما اغنايت ذاتس جود المهم الخوت دابا سالينا شي تميل شحال عندي دابا في الساعه هنا عندي 9:20 باي ذا واي بعدا باش نخلص دابا 9 غنبغيت ناكل دابا غادي ناكل غير سلطه الطون ناخذ صالات كبيره في فوليوم ديال بصح فيها خصو العيباش نضرب مع الطون ان شاء الله وغادي نجي نريح نتكوانه غنبقى نقصر على ما بدات مستر اولمبيا اليوم كاين كلاسيك فيزيك بوجاجن مع 3 الصباح عندي هنايا غنبقى يا اما سهران يا اما نعس وندير ريفين فيها نعصر عليهم علاش حيت خصني نعصر عليهم عرفت علاش المهم وفاش نعصروا على كلاسيك فيزيك كنت بانقوش العيب صافي نعصرو على الكلاسيك فيزي على العشاء بغيت نتعشى دابا باش نشد الجوع ان شاء الله حتى لديك 9 الصباح ديال الغد ليه مما ان نخلي هادشي شميل يدير الخدمه ديالو المهم الخوت نتمنى
البلان يكون يعجبكم، تهلاو ليا فراسكم، الله يعزكم، الله ينصركم، تهلاو ليا فراسكم وبسلامه، راكم عارفين كلشي. Fans become your haters. You done? Beard, beard, right. Yelling at the mic. Weird, beard. Doing this yelling once. Yelling at the mic. Weird. Why you yelling at the mic? Rihanna just hit me on a text. Last night I left hickeys on her neck. Wait, you just dissed me, I'm perplexed. Insult me in a line, compliment me on the next. Damn, I'm really sorry you want me to have a heart attack. Just watching 8 Mile on my Nauta track. Whoa! Leo, Vakish, Nasal, Khud, c'est confirmé. Eminem, Joe, MGK. مقصرين بس والأولمبيا عاوتاني نديرو هنا في التليفون يلاه دابا دازو الفيجر دارو البريجاجين غادي يديرو البريجاجين ديال الكلاسيك فيزيك ولكن ديز ديال MNM is fire أقسم بالله أنا راه كيف ما شفت ساليت الفلوغ ولكن عاود ترجعت حيت it's fire it's fire عرفتي I'm 45 and I'm still out selling it by 29 3 albums at blue. Woo! I see. This is the MGK. المهم الناس اللي ما عارفينش الهايب علاش واقع MGK كان كومونت على بنت MNM 2012 قال she's fucking hot which is disrespectful MNM و MGK ديما كيقول بلي MNM راه هو الايدل ديالو هادي ولكن هذاك البلان اللي دار خايب على بنت MNM كومونت على بلي راه مزيانه في 2013 كان دخل في واحد الالبوم تيك ناين وكلاشا ام ان ام بالاخبار خونا اللي كيغني معاه فاش قال يو اول رابس نوت جادز ام ان ام معروف عليه راب جاد وفي 2018 جاوبو ام ان ام قال ليه نيكست تايم اف يو غانا يوز تيك ناين اف يو غانا كام مي ويز سب ماشين غان يعني زعما بلا ما تخبى ورا تيك ناين جيني فاز ناد ام جي كي جاوبو في ديسك في 4 دقائق ام ان ام جاوبو على هاد الديسك اليوم دابا عرفتي جاوبو على كاع الكلاشات ديسك فيه قليلة واحد 120 كلاش جاوبوا عليهم كاملين كاملين وبالتتابع واو امانه بزاف الصاط اقسم بالله العظيم عرفتي شرشمو شرشمو عرفتي ليه شرشمو مع امانه براوش الله يجعل براوش رابر بسطاس جبد لي ديك التبريج ديال هذا شنو هو الاخر كيقول لي ام سيك اوف ذم سويت سوتس اند كورني هاتس ليتس توك اباوت ات وقال لي نفس الريتم ديالو وقال لي انا عييت من هذاك الشعر ديالك وداك اللعيب الباندا ديال الدريات الله يتشر شموت لعب شر عطا قال لي فاش كنت كدير ثلاثه ديال لي البوم واخد جرامي واوسكار اش كدير تا خصك دير لي مانشن عاد باش يعرفك الناس عطا ام ان ام دابا البلان هو ام ان ام قال لهم بلي ما يجاوبوش قال لهم ما نجاوبوش حتى نجاوب كاع لي رابور كاملين اذا كانوا يكلاشيوني ولكن شكون يجاوب ام ان ام لي البام بلو ما عرفت هذاك 69 خراني بالضحك جاب داك رابي وبدا يتفتف صافي من اللي ما بقيناش شفناه لي البام قال لي اي ديزيرف ذات حيت كلاشاه شنو دار شد الريتم ديال جوتشي جانج جوتشي جانج جوتشي جانج قال لهم زعما قال تشيكن وينك تشيكن وينك فور جو بانك ام ان ام بقى كيخربق في الديسك زعما راه الراب اللي كديرو راه ساهل اي واحد يقدر كيقول لي ام جي كي ليدل وين ايميتيت ليدل وين لا ام جي كي ليدل بامب ليدل وين ايميتيت ليدل وين بيك نيم زعما كتخربق وناض ليدل بامب مورا هو يقول لي يس اي ديزيرف ذات هذا هو الراب بساط والله انا صراحه فان كبير ديال الراب ولكن يو اس راب سوري المهم الخوت دابا يلا عندنا سمعنا الديسك غادي نضربو الصالات الاخر غادي نصيفطها غير الكروم بوطون الخص و المهم اي حاجه كتبان ليا في الثلاجه غادي نحكها مزيان وغادي ناكلها مع الطون بدا كيجيني الناس بان لي غادي الناس على ما نفيق الاولمبي الناس شي ثلاثه السوايع راه كنكذب والله ما عندنا حشده ما مشينش على واتش دوغز المهم الدراري تهلاو ليا فراسكم